وطنا مستمرة تحديات ضايعة في ميدان أسطورة حد ما ميدانة الدنيا دبي. وهذه المكرمة مكرمة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله ورعاه والداعم الرئيسي لهذه الرياضة رياضة الآباء والأجداد. نسير بالصدارة نتابع بداية هذا الأسبوع من قادة المجموعة. مشاهدينا متابعينا الكرام شوط خاص بالجعدان رايد سلهود على الصدارة لمحمد بن سالم بن راشد المزروعي. ننطلق مع المركز الثاني وأرى التحديات للغربي لعبد الله بن حميد بن كبيدة الفلاسي. ثالثا الانطلاق لأدهم لحمد نتابع المركز الرابع وارى هني مهدي لسعيد بن حمد بن عكوي العامري ينطلق مع المركز الرابع. خامس التحديات القدوم لهملول احمد بن محمد بن كراز المهيري. نتابع المركز السادس ومع المركز السادس التسلل الانطلاق لناصي فيصل بن حميد العلوي ينطلق مع ناصي مع المركز السادس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام تحدياتنا مستمرة الانطلاقات جميلة ولكن نعود مع الكوكبة الثلاثية على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام التحدي واضح التغييرات مستمرة ولكن نتابع 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 من قاد المجموعة في هذه اللحظات واندفع بناموس هذا الشوط. سلهود محمد بن سالم بن رقراق المزروعي على الصدارة على المقدمة أدهم مع المركز الثاني بالشعار حمد بن راشد بن مفتاح الشامسي. مهدياتي ثالثا لسعيد بن العكوي العامري ومع المركز الرابع مع المركز الرابع الانطلاق المتميز لناصي لفيصل بن حميد بن سالم العلوي ينطلق في هذه اللحظات مع المركز الرابع. التحديات جميلة الانطلاقات رائعة والسلهود على الصدارة سلهود على مقدمة هذا الشوط من بداية. ولكن أرى هني أيضا الحذر أرى الحذر يتسلل لعبد الله بن حمود بن راشد لوهيبي مع المركز الثالث بأول ندى ينطلق بهذا الاندفاع الجميل وأدهم أدهم أدهم قاد المجموعة في اللحظة محمد بن راشد بن مفتاح الشامسي. من يتابع انطلاقة أدهم المركز الثاني أرى هني الحذر لعبد الله بن حمود بن راشد الوهيبي. التحدي ثنائي الصراع ثنائي على مقدمة هذا الشوط ما بين أدهم ما بين أدهم والحذر من الجانب من الجانب الآخر الحذر 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 ينطلق بناموسي هذا الشوط. تهانينا لعبد الله بن حمود بن راشد الوهيبي على فوز الحذر بالمركز الأول. المركز الثاني أدهم حمد بن راشد بن مفتاح المركز الثالث لصالح بن حمد القمرة. المركز الرابع لا محمد بن سالم بن رقراق المزروعي. المركز الخامس لسعيد بن العكوي العامري. هذه النتيجة نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول أدهم إلى خط النهاية. يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 3 دقائق. وفاء وتماما تهانينا لحمد بن راشد بن مفتاح الشامسي على فوز أدهم بالمركز الأول.